بالإيجابية والبناءة وصفت وزارة الدفاع التركية محادثات وزير الدفاع التركي مع نظيره الأمريكي، والتي تركزت على بحث شروط تركيا لإبقاء قواتها في أفغانستان لحماية مطار حامد كرزاي الدولي، وهو الملف الذي تتفاعل معه أيضا المعارضة التركية. تريد وزارة الدفاع هنا أن تكون بعمل تعاوني مع وزارة الدفاع الأمريكية، وهذا يعني إعادة العلاقات بينهما والدفء الكبير بين الطرفين، وهذا يعني اعتماد الولايات المتحدة الأمريكية على الجيش التركي في عدة ملفات ومن أفغانستان. المعارضة التركية تعتبر التواجد في أفغانستان هو تواجد مقبول، لكن أن يقدم الجيش التركي كأنه حامي أو كأنه جيش مساعد أو يسعى حول المال من أجل الولايات المتحدة الأمريكية، هذا ما ترفضه. تقول أنقرة إنها تريد دعما سياسيا وماليا ولوجستيا من أجل إبقاء قواتها في أفغانستان، ولكن التحديات في هذا الملف تزداد يوما بعد يوم. من أكبر التحديات التي باتت تواجه أنقرة حسب مراقبين هو إعلان حركة طالبان رفضها المطلق لبقاء أي قوات أجنبية في أفغانستان، بما في ذلك القوات التركية. تواصل سيطرة حركة طالبان على المزيد من المديريات في الولايات الأفغانية يجد صدى له داخل الأروقة الرسمية التركية، وعليه تسعى أنقرة إلى إقناع الحركة بأن القوات التركية ليست عدوا لها. لقاءاتنا مع الأمريكيين مستمرة ولم نتوصل إلى قرار بعد، لكننا نسعى إلى ذلك، فأفغانستان شقيقتنا وقمنا بكل ما يلزم حتى اليوم من أجل ضمان أمنها وسلامها ورفاهيتها، وسنواصل ذلك. تركيا تقوم بتشغيل مطار كابول منذ 6 سنوات، وسنواصل ذلك إذا تحققت الشروط. وتتجه الأنظار الآن إلى نتائج المحادثات التركية الأمريكية وخطة العمل المشتركة بعد ذلك إذا نجحت المحادثات، وإلا فإن القوات التركية ستخرج هي الأخرى من أفغانستان. على مصبحات الغد، إسطنبول.